Je passe le micro au slammer, the best one, Hatouma. Hey. Assalamu alaikum, baby, comment est-ce que alors? Je ne sais pas pourquoi Bon, peut-être pour être un exemple à ne pas suivre, parce que je suis pas entrepreneur, je suis un non-entrepreneur, ou peut-être je suis un mauvais entrepreneur. Halit fait des sociétés. Une halit il y a 20 ans, après un mois de fait. Une halit il y a 3 ans, mais juste elle végète comme ça, juste. Bon, entre-temps, j'ai vécu une décennie noire très sympathique. Tout est noir, la vie est noire, les CNAM, les CNSS, les fiscs, les cartes de visite, la hachai. C'était mes plus belles années. Je fais du slam, je voyage, etc. etc. jusqu'au jour où je suis allé à le passeport. Je suis allé à la maison. 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 Donc voilà, Wekil Jerika, c'était bien avant. قالوا لي اعطينا ما يثبت اللي انت وكيل شركه قلت انا ما عندي شركه فلست يا لونتون اعطينا ما يثبت اللي فلست قلت لهم صافي تري لونتون ملي فلست دونك ما يلزم نجيب لهم حاجه اللي فلست دونك مشيت لقيت بي في دو ريونيون يا تري لونتون قلت لهم ماتش جيستيوني ماتش جيران دو لا سوسيتي جي ديميسيوني قالوا لي لا يلزم جورت بريف دونك جي شانجي دو كاب مشيت نلوج على حاجه اخرى صفة أخرى باش نعاود الباسبور نتاعي نلقى روحي أنا يا 3 ans جيتي كرونيكور في راديو قلت لهم هاني كرونيكور دو راديو قالوا لي لا يلزمك ديبلوم من معهد صحافة باه قلت لهم كوا دوتر جو سوي سلامور قالوا لي سلام ما نعرفوش به قلت لهم جو سوي كوميديان قالوا لي يلزم كارت بروفيسيونيل تاع كوميديان دونك مشيت لوزارة الثقافة هزيت لهم دوسي كبير كوم كوا بون تو سكي بروف كو جيتي كوميديان قالوا لي يعطيك صحة دوسي كامل لكن نستناو اللجنة تلتئم بعد عام ونص دونك اونتر تون بيسكو جي راتي دو فواياج اي دو سبيكتاكل واحد في كندا واحد في مارسيليا دونك كلمت واحد صاحبي اكسبير كونتابل قلت له شنو هو الحل قال لي حل شركة دونك حليت شركة بور رينوفلي مون باسبور اي دونك فوالا جي جامي ايتي انتربرونور سي دي فاكتور اكسترن كي مون بوسي ا اوفرير ما سوسيتي اللي اسمها ارتي ايفنت. Donc, qui m'a dit que mes plus belles années, c'était mes années au noir, où j'avais ni CNSS, ni CNAM, ni rien du tout. Et intéressant, elle est Baathou. Je vais vous dire que c'est non? Les entrepreneurs de l'arabe, c'est ça. Baathine, ayouha le Baathoun, ayatouha le Baathat. Marahba bikoum. Bon, ce qui est intéressant, c'est que la langue tunisienne, c'est qu'il y a un fameux farc, mais la langue tunisienne et la langue arabe, c'est un farc qui est bien, mais بالتونسي كي تقول حليت شركة جي كريي اون انتربريز ولا بالعربية حل نشاط المؤسسة يعني سكرتها في البعث كي تقول بالتونسي شركة هذيك باعثها خلي تسكر دونك ريان افوار بيان سور سي كازيمون لو كونتخيغ دو بالعربي باعث مشروع دير كيما تشوفوا باعثي القنوات في تونس قداش عندنا من بعث قناة فما 20 تقريب قناة في تونس فما تقريب 18 بالحق باعثين القنوات نتاعهم باعثينهم بالتونسي فما كان زوز قنوات يخدموا على رواحهم باهي خلنا نعطيكم بسطة على الألقاب من عشان تعرفوهم الكل اسكو فوز افي اون ايدي سور لي نون دو فامي تونيزيان عندكم فكرة ولا ما عندكمش فكرة كبيرة ولا فكرة جست فقسية في الكوجينة باهي يا با كو لي سفاكسيان فما برشا مثلا نبداو بال لا الحافيه نخلي من بعد باه نبداو بحفصيه هاي سيدي حفصيه جا وحده مش جبالي عريان حفيان زوالي دارها الشرقي وغربي في الشتيوي والماطري والرياحي دليله الوحيد هو النوري متاع بن قمره في السماوي شق الشطي والبحوري والصحراوي وهرب من الصيد والغول والذيب والثعالبي والعقربي والحناشي واصطاد الحمام والغراب والغزال والخنتوش وركب على الجمل والبغولي
وقتها مازال ما تعرفش على السياري والدراجي اللي انتاح نهار على المنزلي وقال للشيخ روحه زعما نلقى هوني الشايب وبالعجوزة متاعي وباقي الشملي. وقف قدام باب الدار وعمل طق طق شيء عاود طق طق ديما شيء. اي وقتها ولا صياح فتحلي فتحلي الباب ديما شيء. اي وقتها عاد ولا صياح فتحلي قلت لك فتحلي فتحلي الباب ولا صياح ضرب الباب خلف الباب عفاس خلعوا يلقى قدامه البيباني وباش بواب وبشاوش داخلين بعضهم يكلموا في الكوباجي ما تحصلوش عليه يا اخي صحيبنا قال لهم يكلموا المحيرس يا حرسلكم على تصليح الباب. وكمل ثنيته اول حاجه خمم فيها كي دخل هي الكريشان نتاعو ومشى كل عسكري للكوجينه. يا اخي شلقى في الكوجينه شلقى في الكوجينه يلقى الكسكاس والغربال وجنيح متاع فريخة وبوقديدة متاع علوش محتوتين في سحنون والقريعة والبسباس والبصلي وعظومة والسلامي اللي عطي على السلامي الكلهم في قصيعة والكمون ومليح من شيرة والعسلي والزبيدي من شيرة أخرى بحذيهم حلاب درعي وحلاب بوعصيدة. وقبل ما يخذلها كاس تاي ترابلسي باللوز والنعناع السؤال اللي يطرح نفسه هو زعما وخينا يحب الماكلة مسمو دي ولا قرى مصلي ولا شتورو بن يغلان. المهم المهم صحيبنا ظهرت له الماكلة بناني خرج من الكوجينة سيدي شبعان مشي خميري البيت النومي لوج على الجرية وبوعبانة في باله بش عمل غميض وبونني. يا اخي يلقى المبزع والأسرم والصريب وقحبيش والبكوري والزع نوني والعاطي والمؤخر والمقدم وتريمش وبن سدرين وبن عثمان والبزازي. هرب يجري للجنينة يلقى الزراع وبوقاطف في وسط النوار والورداني وغرسة وغرسلة وبالحارث في وسط البطيخ والعويني والزيتوني يعملوا في القلعي للحشيشة والشوك. الرياح يدار في الجنينة يا اخي صحيبنا قال الجماعة بن سلامة كريشانة تحيرت عليه وتريمش سيبت له بنت نفوس. عاود دخل الدار مشى يجري للتواليت يحط العش والجايبي على الكعاك دلدول دلدول بالخيرية ولا اسطنبولي. يا اخي رسات بلبولي صفراوي جبد السانشو الماجري سيالة قبل لا يطلع الدرغوث خرج مفرج مشى ديريك البيت البانو عمل لفرك بالوذنين ركب الحجام على اللحياني حط البراق على شعري باش يخرج بوزيان. اما مشكلته الكبيره انه عنده السوسي في فوسنينه باش ينسى الوجيعه مشى البيت لقعد برنش روحه مع الحشاشي والقايد السبسي والتكاري ما كفاهش زاد لصق روحه للشمام والكوكه. اسمع حس موزيكا قام تبعها مشى البيت صالة يلقى الزريبي اللوطة والثريا الفوق والناس الكلها غنوشي جانا بلاغة فيك هبط عليك الحكيمي وباش نسلطوا عليك العقبي قرقوري تجيك خفيفة. ميرسي 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 ميرسي.